في سياق متصل، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حرص بلاده على عودة الاستقرار في السودان في وقت قريب، مؤكدا على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. أزمة مهمة أوي دلوقتي، ودي على يعني مع أشقائنا في السودان، وده أيضا أمر يعني إحنا مهتمين جدا إن الأمور تستقر في السودان بأسرع وقت ممكن. ودايما بنقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جدا، وتبقى لأن ده بيبقى ليه تأثير سلبي جدا على استقرار هذه الدول، وده دورنا، وده كان موقفنا في ليبيا، وكان موقفنا في السودان قبل كده ودلوقتي، وحرصين على أن يعني الاقتتال اللي موجود ده يتوقف. وأضاف الرئيس المصري أن بلاده استقبلت 9 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، منهم 200 ألف سوداني منذ بداية الاقتتال. وده أمر مهم قوي. 9 مليون 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر. وبالمناسبة كل دولة هيبقى فيها عدم استقرار، كل دولة هيبقى فيها اضطرابات، الناس بتخاف وبتبقى يعني بتفزع، فرب احنا نكون يعني أمن وأمان أولا لنفسينا، لبلادنا وللناس، للمصريين، ثم طبعا لأي حد بيلجأ لنا ويجي يعني يبقى موجود معنا شوية لغاية لما الأمور تستقر في بلادنا. بقول كم العدد؟ 9 مليون. طب كم اللي وصل حتى الآن من أشقائنا في السودان خلال الـ8 أسابيع اللي فاتوا دول، أو الـ7 أسابيع اللي فاتوا دول؟ حتى الآن 200 ألف. نبقى في الملف المصري السوداني، حيث قررت مصر مطالبة جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن القرار جاء بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة، هذا وينقض القرار اتفاقا سابقا بين البلدين يسمح للسودانيين بدخول البلاد من دون تأشيرة. هربا من الحرب الدائرة في السودان، جاء معتز نازحا إلى القاهرة رفقة عائلته، والآن يتجول باحثا عن سكن ملائم. يقول إنه يواجه صعوبات عدة في إيجاده. مشكلة السكن، احنا لما جينا مصر هنا قلنا السكن يكون رخيص شوية، لقينا مثلا في سكن عالي جدا، فالإنسان ما عنده الفلوس الكافية اللي يقدر يأجر بيها السكن. يحاول هنا عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية طرح وحل المشاكل التي تواجه اللاجئين السودانيين، وأبرزها مشكلة السكن والصحة والغذاء للتقليل من آثار النزوح عليهم. بنحاول إنه نوفر فرص عمل عشان القادمين يحاولوا يعني يقدروا يلقوا وظائف، وعندنا ملتقى توظيفي إن شاء الله على الأسبوع اللي جاي. بنحاول نساهم كمشاركة مجتمعية مننا كقادة مجتمعيين سودانيين وكمجتمع الجمعيات المجتمع المدني في مصر والمبادرات المصرية، لأن هي شغالة في حل الأزمة معنا. أزمة نزوح السودانيين إلى الأراضي المصرية أثارت جدلا واسعا حول التأثيرات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري المنهك بالأساس، ويعاني من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة وصلت إلى 38.6%. القلق ذاته كان محور حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحيفة يابانية بأن مصر ستتأثر اقتصاديا إذا ما استمرت في استقبال مزيد من الفارين من هذه الحرب. نأخذ الداتا ونبدأ نوظف العمالة دي التوظيف الأمثل اللي هو ما يبقاش فيه عبء على الاقتصاد المصري، بالعكس ممكن يضيف للاقتصاد المصري تنوع اقتصادي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إن 145 ألف شخص فروا إلى مصر منذ بدء الصراع المسلح الذي يشهده السودان، حيث قدمت مصر تسهيلات لهم وأتاحت لهم الدخول دون تأشيرة. المبادرات الإنسانية لمنظمات المجتمع المدني هدفها دعم اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب إلى مصر، ومع سعي الآلاف إلى مغادرة البلاد يتوجب على هذه المنظمات مضاعفة جهودها لإزالة آثار الأحداث الجارية في السودان عن الأذهان. محمد خالد، المشهد، القاهرة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل نرحب بمحمد خالد مراسل المشهد من القاهرة، وللحديث معك محمد على أسباب
يعني هذا القرار وما هي الأنشطة غير المشروعة التي تحدثت عنها وزارة الخارجية؟ نعم، تحياتي لك مالك ولكل السادة المشاهدين. ربما كما أوضحت البيان الرسمي الخارج من وزارة الخارجية المصرية وفقا للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، فأنه قد لوحظ خلال الفترة السابقة قيام عدد من الأفراد والمجموعات من الجانب السوداني بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، ويعني لاحظ الجانب المصري ذلك وذلك بغرض التربح على حساب كثير من المواطنين السودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر، ويعني بنية أيضا يعني استخلاص النيات المصرية الخالصة في دخول أكبر عدد ممكن من الإخوة الأشقاء السودانيين دون تأشيرة، كما كانت يعني الخارجية توضح مسبقا لكافة المواطنين السودانيين الذين دخلوا عبر معابر مصر المختلفة. إذن هو مجرد إجراء تنظيمي كما أوضح البيان لدخول كافة المواطنين والإخوة الأشقاء السودانيين، ولكن ليس من غرضه هذا القرار أو البيان لا. الذي صدر المنع أو الحد من وصول العدد الأكبر من السودانيين الذين يرغبون في الدخول إلى مصر. ووزارة الخارجية استحدثت تأشيرات مميكنة وقامت بإفادة يعني الأجهزة اللازمة لتحرير هذه التأشيرات الجديدة للقنصليات المختلفة الموجودة داخل السودان. هل تم الإفصاح عن طريقة التقديم على هذه التأشيرات بالنسبة للسودانيين المتواجدين الآن عبر الحدود مع مصر؟ نعم، وفقا لوثيقة يعني حصلت عليها المشهد نشرت القنصلية المصرية في وادي حلفة تفاصيل يعني الحصول الراغبين في الحصول على هذه التأشيرات، فإنه يتطلب من المواطن السوداني الراغب في السفر إلى مصر تحرير استمارة خاصة للحصول على التأشيرة، وتحرير أيضا يعني استمارة أخرى بالأموال التي سيدخل بها إلى البلاد، معلومات عن أقاربه الموجودين داخل البلاد داخل مصر، وبالإضافة إلى يعني بيانات تتعلق بالمسمى الوظيفي و يعني خريج من أنهي كلية، وأيضا معلومات تتعلق بالموعد المتوقع للعودة إلى السودان. نعم واضح، شكرا لك من القاهرة مراسل المشهد محمد خالد على جميع هذه التفاصيل.